وللحديث عن التصريحات التي نقلها مستشار محافظ ذي قار المستقيل باعتراف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعجز حكومته عن محاسبة الميليشيات المتهمة بقتل المتظاهرين، معنا عبر الهاتف من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. أهلا بك سيد سامر. يعني بداية، مستشار محافظ ذي قار المستقيل علي مهدي نقل عن اجتماع جمعهم بالكاظمي قوله، أي الكاظمي، أنه لا يستطيع محاكمة ومحاسبة قتلة المتظاهرين لأنهم مدعومون من الخارج. السؤال هنا، هل الكاظمي بهذا الاعتراف الذي نقله مستشار المحافظ المستقيل، هل أراد أن يوصل رسالة انسوا القصاص من قتلة المتظاهرين لا على المدى القريب ولا البعيد؟ نعم، مساء الخير على كادر قناتكم المحترمة وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، حقيقة هذا الموضوع هو دائما ما نشهده من الحكومات السابقة والحكومة الآنية، هي عدم الإيفاء بالوعود في كل الأمور، وخاصة في ملاحقة قتلة العراقيين وخاصة المتظاهرين. شهدنا الكاظمي في أول توجيه لرئاسة الوزراء أنه سيتم بكشف قتلة المتظاهرين، وهذه الوعود دائما ما كانت تثق فيه ودائما ما كانت. ولذلك أنا أقول أنه لا دولة السلاح تحكم دولة المؤسسات وتحكم دولة الحكومة والتنفيذ. نعم. وقضية أخرى حاب ألفت انتباه المشاهدين أنه المدعي العام حقيقة في الدولة العراقية كان غائبا ولا يزال غائبا في تحريك الدعاوى والشكاوى لصالح العام، وهي أهم قضية كشفت قتلة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين وكل من يقول لا. هذا دليل على أنه السلاح هو من يحكم الدولة وهو من يحكم رئاسة الوزراء، ودائما ما كانت رئاسة الوزراء تكون ضعيفة ولا تلتزم بالوعود التي تقطعها للشعب العراقي وكل القطاعات ليس فقط الدولة. وأنا أقول مع الأسف أصبح أرخص سلعة متداولة في الأسواق العراقية هو دم المواطن العراقي. فحقيقة هذه القضية مساءة جدا، وهي من تهدد الأمن المجتمعي السلمي في العراق. سيد سامر، يعني حديث الكاظمي على أن الميليشيات التي قتلت ما يزيد عن 1200 من المتظاهرين يقول إن هذه الميليشيات قوية ولا يستطيع ملاحقتها. السؤال هنا، هل يعني هذا أن الكاظمي يعرف تلك الميليشيات معرفة دقيقة وليس كما يقال إن من قتل المتظاهرين طرف ثالث مجهول أو جهات استخباراتية خارجية؟ نعم، أنا باعتقادي أنه السيد مصطفى الكاظمي حينها كان ماسك ملفا مهما واستخباراتي قوي. نعم. وهو ملف المخابرات، وهو يعرف من هي الجهات التي تطلق الرصاص ومن هي الجهات التي تتحكم بكل مصادر المجتمع العراقي وخيرات العراق. نعم. مصطفى الكاظمي يفهم ويعي ما يقول أنه الأحزاب اللي موجودة هي أحزاب فوق الدولة، فوق السلطات الثلاثة. الأحزاب اللي موجودة الآن هي من تحكم وتدير هذه السلطات وكل هذه المؤسسات، وخاصة المؤسسات الأمنية التي تمتلكها تلك الأحزاب من قادة عسكريين ولاءهم لغير العراق، مثلا خلينا نسميهم مثلا قادة الحشد الشعبي. أنا أتكلم عن القادة وليس الجنود. قادة الحشد الشعبي هم وكذلك هم يعلمون من تم قنص المتظاهرين، لكن هذه الاختلاطات والأجنحة العسكرية التي دخلت بجناحين، مرة جناح عسكري ومرة عمل سياسي، هذه أبلوزية حقيقة، هي من تؤسس لعمل قضايا بعيدة عن الإرادة الوطنية. نعم. طيب سيد سامر، يعني إذا كان رأس السلطة التنفيذية في العراق يعترف بعجزه عن ملاحقة القتلة، إذن لمن يتوجه ذوي الشهداء من المتظاهرين لإنصافهم والقصاص من قتلتهم؟ يعني حقيقة أنا باعتقادي لحين تبديل هذه الحكومة وتأتي حكومة قوية بعيدة عن مسيرة من قبل المكاسب الانتخابية الحقيقية وليس مسيرة من قبل المكاسب المادية لدى الأحزاب، أنا باعتقادي في ذاك الحين سوف يتم كشفة كل المتورطين في قتلة الشعب العراقي والمهيبين والمهجرين. الآن
الحكومة ضعيفة، ومن تسيرها هي تلك الأحزاب الماسكة لكل مفاصل الدولة، نعم، وخاصة المفاصل الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وغيرها. نعم. شكرا جزيلا لك السيد سامر الساعدي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.